حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. ساهم التسوق الإلكتروني في تطور العديد من الوسائل والأدوات التجارية، وذلك عن طريق الانتقال من التجارة التقليدية إلى التجارة الإلكترونية الحديثة، واللي اعتمدت بشكل كلي على استخدام شبكة الإنترنت. كما ساهم أيضا التسوق عبر الإنترنت في توفير الوقت والجهد على المستهلكين، وساعدهم في التعرف على طبيعة المنتجات المطروحة في السوق. يعتمد التسوق عبر الإنترنت على مجموعة من المتطلبات واللي يجب توفيرها حتى يتمكن المستهلك من التعامل مع هذا النوع من التسوق بطريقة صحيحة، وعليه كذلك أيضا الالتزام بالنصائح الخاصة في التسوق، وذلك حتى ينجح في القيام بعملية الشراء الإلكترونية بطريقة صحيحة وضمن درجة عالية من الحيطة والحذر. اليوم سنة أن يكون معنا الأستاذ ماهر إبراهيم المرزوقي، مدير الرقابة الإلكترونية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك اقتصادية دبي. حياك الله أستاذ. الله يحييك يا عبد الله. طبعا الموضوع طبعا يمكن احنا تكلمنا عنه اكثر من مره، ولكن اكيد هناك تطورات، هناك مستجدات لابد ان احنا ناخذها ونوعي جمهورنا من خلالها، ولكن بعد تقرير ان شاء الله. اذا تقرير مشاهدينا ورادين. أصبح التسوق الإلكتروني من الأمور المحببة عند الجميع لأنها توفر الوقت والجهد والمال، وقد تجاوزت نسبة الدفع الإلكتروني للقاطنين في الإمارات في التسوق عبر الإنترنت نسبة 50% خلال الفترة الماضية، واحتلت الإمارات المركز الأول في حجم التجارة الإلكترونية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. التسوق عبر الإنترنت يتيح للناس الوصول إلى الكثير من البضائع التي لا يمكن أن يصلوا إليها في العادة، لا سيما في المدن الصغيرة، وباتت تستهوي جميع الفئات العمرية، ولم يعد الناس يبحثون عن الأشياء الرخيصة فقط، بل باتوا يبحثون عن العلامة المتميزة ويشترونها بأقل من سعرها، لأنهم يعرفون قيمة البضائع التي تحمل اسم هذه العلامة أو تلك. مستهلكون أكدوا أن تجاربهم في عمليات التسوق الإلكتروني كانت إيجابية وذات فوائد قيمة، خصوصاً عند الشراء من مواقع معروفة وموثوقة، فيما حذر آخرون من عمليات الشراء من مصادر غير معروفة والتي لا تخلو من عمليات غش في نوعيات السلع والأسعار. أستاذ ماهر، أول شيء طبعاً أكيد الشخص اللي يتعامل مع المواقع الإلكترونية لابد أن يكون لديه تقنية أو معلومات أو توعية خاصة، فهناك محاذير عليه أن يعني من الحيطة والحذر في التسوق الإلكتروني، خبرنا عنها بشكل عام. في البداية بخصوص المواقع الإلكترونية، في البداية على المستهلك الوثوق في المواقع الإلكترونية أو من خلال المواقع، شراء من مواقع إلكترونية عالمية أو مواقع مرخصة من قبل الدائرة الاقتصادية، بناء عليه يتم المواقع المرخصة من الدائرة الاقتصادية وضع رقم الرخصة التجارية وعلامة شعار حماية المستهلك على الموقع الإلكتروني وأرقام للتواصل في حالة الشكاوى. يعني هذا الرخصة، صورة الرخصة والرقم الرخصة يكون موجود في أول صفحة؟ في أول صفحة، في آخر صفحة تكون لازم موجودة رقم موجودة الرخصة. موجودة أرقام الرخصة. أنزين، غير هذا بعد شو يكون الحذر أو كيف ممكن الشخص يعرف؟ أكيد طبعا من خلال استخدام بعض الشركات لطريقة الدفع ممكن من خلالها أن الشخص يعرف أنه هذا الموقع صحيح أو غير صحيح، لأنه هناك طرق دفع مع جهات موثوقة طبعا. صح، مثل فيزا كارت وعند الاستلام، هذه المواقع مرخصة تقريبا ومن جهات موثوقة. نعم، فيمكن التعامل معها بشكل، لأن المعاملة البنكية ما تتم إلا بناء على رخص خاصة. على رخصة. أنزين، الإقبال على التسوق الإلكتروني أكيد زاد الحين، فهذا هل زاد المشكلات وكيف الدوائر عندكم تتعامل وياه؟ زاد المشاكل، بس الحمد لله نحن حطينا وضعنا خطط مستقبلية، عملنا ورشات للمواقع الإلكترونية لعمل سياسات حق المستهلك لتسهيل الشراء، لمعرفة حقوق المستهلك، لعدم وصول أو ورود شكاوي على المواقع الإلكترونية، وضع سياسات بشكل بسيط لمعرفة حقوق المستهلك. نعم، والقوانين البيع والشراء، من ذلك يتم الشراء. طيب، من المواقع. طيب، الشكاوى اللي تجيكم يعني تجيكم من خلال تسجيل الكتروني ايضا على مواقع الكترونيه، ولا في ناس تتوجه لكم؟ عندنا حمايه المستهلك في ارقام للتواصل وفي موقع الكتروني يمكن ارسال الشكاوي عليه. نعم، بعد ارسال الشكاوي يتم التواصل مع المواقع المرخصه وفي حل الشكاوي مع المواقع المرخصه. زين، اذا موقع مش مرخص شو اللي يصير مع الشخص اذا موجود داخل الدوله؟ اذا داخل الدوله عندنا اتفاقيه مع تي ار اي، هيئه تنظيم الاتصالات. نعم،
والتعاون معه بإرسال رسالة إلى الموقع الإلكتروني لمراجعة الدائرة الاقتصادية وحل الشكوى. طيب هذا السوق اللي هو صار كبير يمكن أكبر من السوق العادي حالياً، لأن كل شخص قادر على أنه يتجول فيه، وأيضاً كل شخص قادر على توفير منتج. الآن يمكن المنتجات اللي هي خاصة بالتجميل كثيرة جداً، فكيف أنتوا قاعدين يعني نقدر نثق أو كيف إن إحنا نقدر نوفر مستحضرات تجميل ولكنها يعني صحيحة ومبنية أيضاً ومصنعة بناءً على المواصفات العالمية؟ بخصوص مستحضرات التجميل، في جهة خاصة في بلدية دبي هي مختصة بهالأشياء. نعم. فبناءً عليه نحن إذا الموقع غير مرخص، يعني ما عنده ترخيص بخصوص هذا الموضوع، ما ليس لديه أي ترخيص أو تصريح ببيع المنتجات التجميلية أو المكياج أو ما ذلك. نعم. طيب ما يصير تلاعب؟ مثلاً موقع الشخص اللي يبني موقع عنده داتابيس كاملة، طبيعي طبعاً شبكة عنده معلوماته كاملة وعملية البرنامج وبرمجته وكل ما يحتاجه الموقع موجود عنده، فهو ينزل بموقع معين يتم إغلاقه، قادر على فتح موقع مباشرة؟ إحنا عندنا قدرة على تتبع نفس آلية العمل، ولا إذا فتح موقع ثاني أيضاً نقوم بمداهمة ذاك الموقع ومن ثم إغلاقه كسابقة؟ عندنا نحن تفتيش دوري، يسمى تفتيش دوري، ندخل على المواقع الإلكترونية يتم عملية التفتيش اليومي على المواقع الإلكترونية، ويتم إرسال في بخصوص المواقع الغير مرخصة يتم إرساله إلى جهة الاختصاص اللي هي تياري. نعم. إرسال الحضور الإدارة الاقتصادية في حالة عدم وجود أو بخصوص أن يتشكوا عليه ولا شيء، نحن نطلع نشوف مباشرة الموقع مباشرة تدخل الدجاج. أزين نحن عندنا أيضا خبير تقني أستاذ جمال مرقلة بيشاركنا عن الهاتف، وإذا كان هناك أيضا سؤال تقني تقدر تسأله مباشرة. مشاهدينا المستهلك اقتصاد دبي عبر الهاتف الأستاذ جمال مرقلة الرئيس التنفيذي لشركة برو تكنولوجي، حياك الله أستاذي. يا مرحبا. الله يحفظك يا رب، كان ودنا تكون ويانا بس عاش نسوي. يلا سامحنا. الله يحفظك يا رب إن شاء الله. الله يسلمك أستاذ جمال. يمكن كنا نتكلم قبل ما ندخل هو عن التسوق الإلكتروني أو مميزات التسوق الإلكتروني، كنا نتكلم عن موضوع أن الأشخاص اللي عندها بناء هذا الموقع مبني عندهم وعندهم المعلومات يستطيع من خلال إغلاق موقع فتح موقع بعد نص ساعة بس تغيير إحضار دومين نيم جديد ويعمل لانشينج مباشرة أو تفعيل لهذا الموقع. هل هذه الحالة أنتم تشوفونها كتكنولوجيين سهلة؟ وأيضا يستطيع الشخص أو الدائرة المختصة تتبع أنه هو نفس الشخص أم الذي يحصل؟ يعني بدون شك اليوم بنحكي أنه التسوق الإلكتروني بالفرص الموجودة حاليا والنمو اللي عم بيصير بهذا المجال فتحت عيون كثير من الناس، أو سواء كانوا رجال أعمال أو حتى نحكي الناس اللي ممكن يحتالوا على المستخدم. نعم. يشوفوا فرصة كبيرة لهم أنه يدخلوا هذا المجال. اليوم أنك تقدر تكون آمن بشكل كبير بالتسوق الإلكتروني بتمر بمراحل مختلفة من فترة لفترة، ودائما شركات التقنية والناس الداخلين بهذا المجال بيحاولوا يشوفوا أحسن الطرق طبعاً لتأمين العمل في هذا المجال. كون كثير من الناس زي ما بتحكي انه ممكن يدخل عن طريق ويب سايت معين وبعد فتره يغير مكان اخر، هذا شيء موجود، وبتصور يعني من الصعب جدا انك تقدر تسيطر على هذا الموضوع. وعشان هيك دائما بنحكي انه لازم يكون في توعيه كبيره للاند يوزر او للمستخدم اللي بحب يتسوق عبر الانترنت، انه يكون دائما عنده وعي كبير، يعرف المصدر اللي عم بتسوق منه، الشركات اللي بتطرح العروض المقدمة هل هي عروض فعلا حقيقية أو غير حقيقية. نعم. فموضوع أنه تسيطر بشكل كامل سواء عن طريق الدوائر الحكومية أو المسؤولين أو حتى يعني الناس العاديين بتصور شيء صعب. نعم، خصوصا الآن أصبح من السهل شراء المواقع الإلكترونية، يعني ما تحتاج لمبرمج يسوي لك موقع، أنت مباشرة تدخل مواقع معينة تشتري وتنزلها مباشرة لموقع إلكتروني. طيب التسوق الإلكتروني الآن له ميزات طبعا وله يمكن بعض السلبيات، احنا كنا نتكلم عن بعض المشاكل اللي تصير فيه، فخبرنا عن مميزات في التسوق الإلكتروني. يعني طبعا ميزاته كثير كبيرة، وكلنا لو نبدأ نجرب التسوق الإلكتروني ما حنشوف الفوائد الكبيرة له. أولها أنك أنت اليوم بيكون عندك بتدخل على مكان بإمكانك تشوف العالم كله أمامك. نعم. فأنت مش محدود بمحل تجاري أو بمركز تجاري تروح تتسوق منه،
فعندك خيارات واسعة جدا يعني غير محدودة لا بمكان ولا بزمان كمان. يعني فيك تتسوق بعد منتصف الليل، فيك تتسوق الفجر بشكل أسهل كثير، وفيك تقارن أسعار. يعني فيك اليوم تشوف نفس المنتج من 500 محل مختلفين، صحيح. كل محل بيعرضه بطريقة أو بأخرى. هذه من أهم الفوائد. نعم أستاذ جمال، يعني أنت ذكرت موضوع مهم جدا، أنت تقدر تدخل في أي وقت، أنت ما محتاج تدخل مواقع، هم يترشون لك مسجات وأنت بعدين تدخل عليهم. زين، التسوق الإلكتروني حقيقة من ناحية الكلفة، كثير ما نرى بعض البضائع في الخارج، يمكن نعطي أمثلة، على 100 درهم ثم تأتي إلى الموقع الإلكتروني سعرها حوالي 75 درهم. نعم زين، 25% نحن نزل تقريبا من قيمة السلعة، ولكن عند الشراء تتم إضافة نسبة أخرى فيعود المنتج إلى سعره الطبيعي في الخارج، ولكن أنت توفر على نفسك عملية الذهاب إلى السوق، بالإضافة إلى أن نفس المنتج بعد فترة معينة يمكن أن يباع بقيمة 5 دراهم أو 10 دراهم من نفس الموقع الإلكتروني. شو هي الآلية ولماذا تتفاوت هذه الأسعار بهذه الطريقة؟ يعني أنا بتصور أول شيء يعني لازم يكون عندنا ثقة كاملة إنه المواقع الإلكترونية اللي بنتسوق منها بشكل جيد ومواقع أساسية بدون شك عندهم القدرة دائما إنهم يقدموا أسعار أحسن من المحلات التجارية الموجودة بالشوبينج مولز أو بالمحلات الريتيل العادية. والسبب بسيط، لأنه كلفتهم أقل بكثير، يعني صحيح. ما محتاج تدفع آجار مكان ولا موظفين بالشكل اللي ممكن يوفروا التسوق الإلكتروني، فالتكلفة بدون شك أقل. وبتصور يعني كمان قدرتك على أنك تختار المنتج اللي بدك إياه وتقارن أسعار، دائما راح تشوف أنه الأسعار الموجودة على التسوق على الإنترنت بشكل عام راح تكون أقل من ما أنك تروح تتسوق من محل تجاري عادي. هلأ زي ما حكيت، في للأسف كثير من المحلات بيحاولوا يتذاكوا على الزبون أو العميل، بحيث أنه بعد ما يعطوك السعر أنه تشوفه 75 درهم بيجوا بيقول لك بعدين في تكلفة للشحن، في تكلفة، يعني في عدة طرق ممكن يعاودوا ياخذوا فيها إضافة على المبلغ. ولكن بشكل عام يعني إذا بتروح على الأماكن التسوق المعروفة، أنا بتصور التسوق الإلكتروني حاليا وبالمستقبل راح يكون دائما فرصة للمستخدم إنه ياخذ أسعار أفضل ويوفر على حاله كثير من بشكل يعني التكلفة. أكيد. اليوم السلبيات اللي ممكن تحكي إنه اليوم لما أنا أروح على مركز تجاري بشتري المنتج وبشوفه أمامي وبحمله معي وبروح، اليوم من السلبيات اللي بنحكي يعني أو الضعف اللي موجود بالتسوق الإلكتروني إنه ممكن تنتظر يومين ثلاثة قبل ما يوصلك المنتج، وبتشوف هلا كثير من شركات التسوق الإلكتروني بيحاولوا يوعدوك إنه منسلمك بنفس اليوم أو منسلمك ثاني يوم. الشغلة الثانية إنه لا سمح الله لو وصلك المنتج مش بالنوعية اللي أنت كنت متوقعها، كمان شغلة إنك ترجع تفاوض إنك ترجع المنتج وترجع فلوسك، هاي كمان من الشغلات المزعجة. صحيح، هاي بعض الأشياء السلبية المرهقة. أكيد طبعا كثير من الأمور، ولكن هو المستقبل، نحن متفقين على هذا الأمر. شكرا لك أستاذ جمال على هذه المداخلة الهاتفية. الله يحييك يا مرحبا. إذن كل شكر للأستاذ جمال مرقة، رئيس التنفيذي لشركة برو تكنولوجي. أعود إلى ماهر، طبعا تعليقك على حديث الأستاذ جمال بخصوص أن نتكلم سهولة التسوق الإلكتروني. نعم. وأن الإلكتروني التسوق الإلكتروني 24 ساعة تقدر تشتري من الموقع الإلكتروني، فبناء عليه توفر وقت، توفر أنك تسير المول وتحصل البضاعة اللي موجودة، تختار البضاعة من الموقع الإلكتروني تاخذها. نعم. بس السلبيه اللي قالها انه ممكن ان البضاعه ما تطلع اللي تباها. أيوة. انت البضاعه ما تطلع مثل اللي انت اللي تباها. صحيح. اللي في المول انت بتشيك عليه، بتشوفه، بتشوف مواصفاته، بتقرا مواصفاته، بتاخذه. بس البضائع اللي بتشتريها من مواقع الكترونيه ما تعرف هل هي اصليه، هل هي مقلده، فلازم بعد ما تشتريها تتاكد. وبعد ما تتاكد لازم في حاله وجود شك يجب ارساله الى الدائره الاقتصاديه، الى قسم حمايه المستهلك، لمعرفه هل البضاعه هاي مقلده او اصليه. يعني تدخل في دائرة أنت في غنى عنها. يعني أهم شيء نقدر نقول في النهاية بأن أهم أمر هو أن إذا ما تسوقت عبر المجال الفضائي الإلكتروني لابد أن تسوق من خلال مواقع موثوق بها، معروفة وأيضا موثقة ولديها رخص وأرقام خاصة بالدول الاقتصادية في دولة الإمارات، هذا لحماية نفسي طبعا من عند التسوق. صحيح؟ صحيح صحيح. كلمة أخيرة أستاذ مها. أنصح المستهلكين بعدم الاستعجال في الشراء. نعم. خاصة من المواقع الإلكترونية اللي موجودة في
في الدولة أو خارج الدولة. أو خارج الدولة. نعم. والتأكد من الأسعار. أكيد. وبلد الصنع والمنشأة، هاي أهم شيء في السلعة اللي بتشتريها. يعني نسوي تجار نحن. يعطيك العافية ماهر. شكرا لك لتواجدك معنا اليوم، نتمنى إن شاء الله أن تكون صورة واضحة أمام مشاهدينا. شكرا إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. مشاهدينا كل الشكر للأستاذ ماهر إبراهيم المرزوقي مدير الرقابة الإلكترونية في قطاع الرقابة في دبي، طبعا التجارية وحماية المستهلك الاقتصادية دبي، وكان معنا عبر الهاتف أيضا. الشكر موصول للمهندس جمال مرقة الرئيس التنفيذي لشركة برو تكنولوجي. فاصل ونعود مع مسلي مرات.